أكثر من 28 مليون مواطن تم عمل الفحص الطبي لهم للاكتشاف المبكر لأمراض المزمنة كالسكر والضغط والاعتلال الكلوي وفقا لمبادرة رئيس 100 مليون صحة. تم تقديم العلاج لمليونين وسبعمائة ألف مواطن بالمجان من خلال كارت المتابعة بعد أن ثبتت الفحوصات الطبية إصابتهم بتلك الأمراض. منطقة البستان الطبية فيها 7 مراكز طبية وثلاثة مكاتب صحة منفصلة، بنخدم عدد كبير من السكان. كل مركز بيبقى فيه فرق ثابته وفرق متحركه عشان نقدر نوصل لاكبر عدد الناس اللي ما تقدرش تجينا، احنا بنوصل لها في اماكنها. عندنا مستهدف 107 الف مواطن، واحنا الحمد لله في الفتره دي قدرنا نجيب المستهدف ولسه مكملين. لو في اي مشكله بنحوله لاقرب مستشفى لسكنه لتلقي بقى الفحوصات والعلاج اللازم. في المستشفى بيعملوا له التحاليل الخاصه بالكلى، لو في اي مشاكل تبع الاعتلال الكلوي بيتلقى العلاج اللازم ليها. الفحص الطبي يتم وسط اجراءات احترازيه مشدده للوقايه من فيروس كورونا ووفقا لمعايير الجوده العالميه ومكافحه العدوى بين المفحوصين كافه. بنعمل لهم الفرز الاول بحيث ان بنشوف درجه الحراره اول، واهم حاجه بننبه على المرضى قبل ما يخشوا المنشاه بان هو اللي يكون لازم لابس الماسك، وفي نفس الوقت التباعد الاجتماعي بالتنسيق مع الامن بتاع المنشاه بحيث ان هو ينظم عملية الدخول والخروج ما بين المرضى. كل مريض بيبقى لابس الماسك بتاعه للشكاكة بتاعته، جوانش خاص بيه، بنتبع بالتطهير بين كل مريض ومريض. انطباعات إيجابية انتابت المواطنين لما يقدم لهم من خدمات تشخيصية وعلاجية طوال المبادرة. مبادرة كويسة انهم عملوها لنا بالمجان علشان نكتشف لو عندنا امراض، بنكتشفها بدري علشان خاطر ما يحصلناش اي مضاعفات، وانهم الحمد لله بيحاولونا لو ظهر عندنا اي حاجة بيحاولونا للمستشفيات والمستشفيات بتعمل لنا اللازم. هي كويسة جدا عشان قريبة من بيوتنا، متوفرة جدا في اي مكان، ولو قدر الله لو حصل اي مشكلة او في اي مشكلة عندنا بنروح للمستشفى وبناخد العلاج بالمجان. فرق الفحص الطبي للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة تعمل بلا كلل أو ملل لتحقيق المستهدف من المبادرة بخلق جيل خالي من تلك الأمراض قادرا على العطاء. محمد حلمي، التلفزيون المصري.